البدري استاذ ممدوح عبد العليم. يعني هو صديق وكان معايا الهوا، اول واحد كان معانا في موضوع مداح القمر، والحقيقه اختلفنا لاسباب برضو دراميه وكده، لكن انا يعني اول واحد صديقته في الوسط الفني كان هو فاروق الفيشاوي وممدوح عبد العليم، كانوا اخواتي يعني. هل في حد شبهه؟ من الممثلين دلوقتي هل في حد شبهه؟ بص والله الاجيال اللي فاتت دي ما لما بيروح ما بيجيش حد شبهه الحقيقه. طيب اللي بعده الراحل احمد زكي. صديقي العظيم الفنان الذي لن يتكرر، والروح الوسابة فعلا يعني، هو وسعاد حسني ناس كانت عايشة للمهنة وللتمثيل. طب معلش السؤال ده هزوده، بس السؤال ده بتحس بإيه لما الناس تقعد تتكلم مع محمد رمضان على إنه امتداد أحمد زكي وتقارنه بأحمد زكي؟ بقول إنه عيب. عيب. بس بتقول يعني عيب بس كلمة واحدة، عيب. يعني ده موضوع ده موضوع. اللي بعده فاروق حسني. بص، هل السينمائيين والمثقفين بتوع زمان ظلموه؟ انا لما مشي فاروق حسني قلت، وانا طبعا كنت من المتحمسين للثوره بما فيها عزله، لكن قلت ارجو الا ياتي علينا وقتا نندم فيه على فاروق حسني. وقال انت ندمان؟ وقد اتى هذا الوقت. ندمان مجد احمد علي ندمان على لا يعني احنا وصلنا لمستويات طبعا ده مش طعن في حلم النملة، انا بعتبره مثقف كبير، لكن دور وزارة الثقافة ووجود وزارة الثقافة داخل الدولة، كان فاروق حسني بكل مساوئه عامل شخصية لوزارة الثقافة جوه الدولة المصرية. طيب اللي بعده المخرج الراحل يوسف شاهين. استاذي طبعا، اللي انا رأيي ان اللي ما اتعلمش على ايد يوسف شاهين ما اتعلمش حاجة. والراجل اللي هو انا رأيي اللي ما عرفش يوسف كمعلم ما عرفوش. يعني انت ممكن تختلف حوالين كتير من السينما اللي عملها، وخاصه في السنين الاخيره، وانا مختلف مع كتير من السينما اللي عملها في سنينه الاخيره، لكن لا يختلف احد على الاستاذ والفنان والمحب للسينما المصريه المخلص ليها يوسف شاهين. كنا نوقف التصوير ونساله سؤال يسيب التصوير تماما لمده ساعه ويقعد يشرح لك بدأب شديد جدا. يوسف شاهين كلمني لمده ساعه بعد ما شاف يا دنيا غرامي، يعني مدحه للفيلم اخجلني لدرجه انه يقف قدام ناس في حوالي 2000 واحد يقول ده احسن فيلم مصري من 20 سنه بما فيها افلامه، ومحدش بيقول كده. وطبعا فما بالك بقى بيوسف شاهين لما يقول كده، فما بالك بيوسف شاهين لما يقول اللي بعده ده راجل نادر. خالد يوسف صديق وفنان نعتز جدا بدوره الفني والسياسي. السياسه خدته طبعا، وانا كنت ضد الخطوه ديت، وقلت له ان احنا يعني مش هتفيدنا في السياسه في الظروف اللي احنا فيها ديت، وهنفقدك في الفن. اللي بعده عمرو سعد. اخويا وصديقي والفنان المصري النادر اللي ارجو ان يكون هناك منه كتير، لانه لما يبقى سينما ضخمه ما فيهاش غير عمرو سعد يبقى خساره كبيره قوي، انما طبعا ربنا يطول لنا في عمره يا رب. اللي بعده استاذ حلمي النمنم. الصديق والمثقف، وأنا أعتقد أنه يعني مظلوم بدوره في وزارة الثقافة. اللي بعده يعني مش عارف يلاقي حل. بوستر الفيلم الأسطوري دنيا غرامي الأفيش. إن شاء الله جزء تاني بإذن الله نعمله. اللي بعده مبارك. مبارك هو سبب كل اللي احنا فيه للأسف يعني. للأسف يعني أنا الجزء التاني أو جزء التلتين الأخرانيين من نظام مبارك كانوا هم السبب في كل ما نعانيه الآن. أنا في ناس بيحاولوا يقولوا أنه كان راجل لطيف، لكن الحقيقة أن هو السلفية الموجودة دلوقتي بسببه، الإخوان الموجودين بسببه، حصل لهم عملية تسمين في التسعينات طبعا. كل حاجة رمى، ابعد عن أسرة مبارك اعمل كل حاجة، فالجوامع كلها كانت بتاعتهم. الفساد كان منتشر بسببه، الفساد حتى في مجال الصحافة والإعلام، والانتشار الفظيع جدا لسطوة صفوت شريف وغيره. فالدولة الرخوة التقيلة في نفس الوقت ده كان سببها مبارك، مش عارفين نخلص منها إلى الآن. اللي بعده هذا الشاب. أحمد مجدي حبيبي. أحمد علي ابن، هو حبيبك على المستوى الشخصي، ابن واخويا وصديقي، وانا اعتقد انه ممثل كويس ومخرج كويس، وهيبقى يعني حاجه مهمه للبلد دي، لانه يعني الولد يعني حسن الحظ انه طلع متربي
وعنده أخلاق وعنده اهتمام وعنده ولاء للوطن ده وعنده عواطف شديدة جدا. هو دلوقتي طبعا ربنا يقلل غربته، هو في الهند بيعمل كورس يوجا ضخم جدا، وساب على فكرة كل الحاجات، كان عنده معروض عليه فرص هائلة يعني، بس بياخد فترة راحة يعني، بياخد فترة راحة واستجمام روحي يعني. دي طبعا فرحان بيه في العهد صحيح. بص، كل اللي بيعمله أحمد هو ما بياخدش رأيي فيه، بياخد رأيي بعدين، لكن هو أنا واثق في أداءاته. وكتير أحسن دور بالنسبة لأحمد إيه؟ أنا في فيلم ما عجبنيش قوي، لكن هو كان كويس قوي، اللي هو معز، علي معز. علي معز، أوكي. اللي بعده محمد هنيدي، برضه صديق عزيز جدا وبحبه جدا محمد على فكره، ولازم نشوف اضحك يعني. احنا كنا اصحاب قوي، اشتغل معايا في البطل وكان دور غريب في البطل، وكان في كل مشهد كنت انا وطارق التلمساني في كل مشهد جد احنا نضحك. فهو قال لي يعني يا جماعه الناس هتضحك على الاداء، قلت له مش ممكن الناس تضحكش على حاجه انا مش عايزها تضحك عليها. لكن يعني مين عارف، يمكن نتقابل، انا بحبه جدا محمد. اخر صوره اللي بعده فتحي عبد الوهاب. فتحي هو الصديق الثاني ليا مع عمرو، وبعتبرهم اتنين اخواتي الروحيين في مجال السينما. جدا مظلوم جدا. مين السبب؟ وانا مش عارف ايه السبب يعني، في روح غريبه. هل اختياراته؟ هل لا، هو اختياراته، ما هو كمان لازم يعيش الراجل يعني، يضطر يقبل اختيارات اقل من طموحه. لكن انا رايي انه هيجي الوقت اللي يبقى فيه فتحي عبد الوهاب في مكانه اللي يستحقه.